وفي تصريح خاص لمركز الأخبار، أعربت سعادة السيدة سهى إبراهيم محمد سفيرة جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين عن شكرها وتقديرها لكل الدعم الذي يقدمه جلالة الملك المفدى لمصر. السفيرة المصرية أشادت بمضامين الزيارة المرتقبة لجلالة الملك المفدى، والتي ستحمل المزيد من التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في كافة المستويات. العلاقات بين مصر والبحرين هي علاقات تاريخية قوية جدا، مش بس بين الحكومتين إنما بين الشعبين، في تقارب قوي جدا جدا من الشعب البحريني والشعب المصري. فأنا تصوري إن العلاقات دي بتشهد كمان تطور ملحوظ جدا في الفترة الأخيرة، ونتيجة للمواقف اللي بياخدها جلالة الملك، وهي مواقف قوية جدا. جلالة الملك دعم مصر في كل ما تمر بيه، زار مصر في كل موقف كان موجود معنا جلالة الملك. دعم جلالته لمصر ده دعم بيشعر به كل مواطن مصري، ليس فقط على مستوى العلاقات بين القادة وإنما كمان بين الشعوب، ودي علاقات احنا بنعتز فيها وبنتطلع انها تقوى. وتصوري ان تشرفنا بزيارة جلالته على رأس الوفد الكبير اللي هيزور مصر ده شرف كبير جدا جدا، وفرصة قوية جدا لدعم العلاقات بين البلدين وعلى كل المستويات. طبعا الزيارة هتشهد التوقيع على عدد من الاتفاقيات، إنما الجديد في الموضوع أن الاتفاقيات دي بنوقع على ما سيتم تطبيقه بالفعل، ما هيش مجرد اتفاقيات على ورق، دي اتفاقيات بنسعى من خلالها لتحقيق التقارب. مملكة البحرين كانت موجودة في مصر قبل الزيارة دي، يعني مملكة البحرين والمؤسسة الخيرية الملكية أسهمت في بناء مدارس، أسهمت في بناء مستشفيات، راحت إلى أماكن نائية في مصر عشان تدعم الشعب المصري وتكون موجودة معه في كل الظروف. فالعلاقة دي موجودة من زمان، إنما إحنا دلوقتي بنسعى إلى تقنين الرغبة في أنها تتحول إلى شراكة وتكامل.